عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعة اللي هو المطبخ ديالكم، وكنتمنى تفعلوا مع القناة وديروا لي جيم وشكرا. هذا الفيديو خاص بالمبتدئين والمبتدئات. كتقولي لبنيتك نوضي تغسلي الحوت؟ لا انا ما فيا ما نغسل الحوت، الحوت واعر، الحوت صعيب، راه حتى حاجة ما صعيبة في هذه الدنيا. كاينين طرق في الحقيقة اللي كيكونوا صعاب، ولكن كاينين طرق اللي كيكونوا سهلين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تغسلوا السردين بطريقه سهله سريعه وما كنحتاجوش الكميه ديال الماء كثيره. هذه واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا الحوت. اولا الا كنتوا غادي تاخذوه من المارشي راكم في اي وقت تخرجوا تجيبوا الحوت، ولكن الا كنتوا غادي تشريوه كما كنقولوا حنا من الاحياء الشعبيه من السويقات، من الاحسن تمشيو بكري، والتسيد اللي غادي تاخذوا من عنده الحوت ما يكونش الحوت عنده يعني ما داير لا باراسول ما مغطي ما والو. ضروري خصكم تاخذوا الحوت ما تكونش ضربه فيه الشمس، يعني فاش تلقاو الحوت سخون هذا كي ما تاخذوهش من الاحسن، يعني ما كتجيو توصلوه للدار حتى كيولي طايب وما كيكونش زوين. هنا من الاحسن الحوت كنخرجوا الصباح بكري كنشوفوا الحوت كنلقاوه باقي بارد مثلج، والحوت اللي غادي ناخذوه كنهزوا الحوته وكنقلبوها، والحوته خاصها فاش ناخذوه نهزوها هكا في يدينا تبقى واقفه، يعني ما تلوى ما والو. العوينات ديالو كيكونوا هكا كحل، يعني ماشي العينين ديالو حمر، حتى هذا كي تنقولوا حنا هذا القشور هذا ديالو كيكونوا هكا على شكل لون فضي ولصق. لا هذا القشور هادو كيكونوا لاصقين في السردين. هنا تما كنعرفوا السردين راه طري. هنا كناخذوا واحد السكين ما يكونش عندنا ماضي، يكون يعني هكا كما كنقولوا حنا حافي ما ماضيش. هنا كنقطعوا السردينه، ضروري هذا الراس هذا هو اللي كيكون في الكف ديال اليدين ديالنا، وكنقطعوه كنبداو من التحت وكنبداو نطلعوا هذا القشور هذو. علاش حنا قلنا لكم السكين يكون حافي ما يكونش ماضي؟ باش الجلدة ديال السمك ديالنا ما تقاسمناش. اي مبتدئ او مبتدئه يمكن لهم يغسلوا السردين. سهل باش كنقيوه. هنا كيكون عندنا واحد البانيو دايرين فيه الماء، كنديروا السمكه ديالنا هكا وكنديروها في شبكه هكا كنبقاو حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. هنا بعد ما كملنا الحوت ديالنا بالتنقيه دابا كنجيبوا واحد السكين يكون ماضي. هنا كنجيو لهاد البليصه هادي، هاد في كاينين هاد الودينات هادو اللي كيتحلوا، وكنديروا هكا كنقطعوا وكنجيو لهاد البلاصه هادي. هنا راه تقريبا من هنا لهنا كنضربوا هكا النص، يعني كنقطعوا النص هكا فين كاين الحد ديال المصطرن ديال السمك. هنا كنكرطوها مزيان كنعاودو ندوروها، يعني حنا نقينا الحوت ما قصناش كاع يدينا. اي مبتدئ او مبتدئه عندها اطفال وتحاول على ضفيرتها راه هذه طريقه سهله باش نقي الحوت. انتما يعني كنضربوا البلاصه الاخر ديال فين كيكونوا المصارن، هذاك هو الاخر كان خصنا نقطعوا باش ما يبقاولناش المصارن هنايا لداخل، وكنقطعوا هكا كنعاودو ندورو. هانتوما تشوفو كي تيبقى القلب ديال السمكة نقي. كندير واحد البانيو فيه الماء ولي نقيناها كنديروها في الماء. هنا كنغسلو السمك ديالنا وكنديروه في الشبكه كيقطر. هنا راه ساهل ما فيه حتى شي حاجه.
هنا دابا كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تخليوه هكا بالسنسول كتخليوه، بغيتو تحيدو له السنسول كتحيدوه. هنا بالنسبه للسمك اللي كيكون رقيق هذا ما كيجيناش باش نحيدو له السنسول، لما كنحيدو السنسول كنحيدو السمك اللي كيكون غليظ. هنا كنقبطو السمكه في يدينا، كنجيو لهنا للوسط وكنبركو عليها بالصبع ديال يدينا بجوج، كنبركو باش كنفصلو اللحم ديال السمكه على السنسول، وكنديرو هذا الصبع هذا الكبير، ودائما كنخليو لحم السمك الفوق فوق الصبع ديالنا، والسنسول هو اللي كنخليوه لتحت هكا، وكنهزو هكا السنسول، كنجيب هاد الصبعان هادو الكبار يعني، وكنسلتو هكا السنسول. دائما كنخليو السنسول يكون خاوي من السمك. السردين ديالنا هو واجد، هو منظف، بقالنا غير طريقه باش غادي نقدمو. عندي طرق كثيره كيفاش كنحضر السردين على الانواع، وهاد السردين هذا اللي غسلته اليوم معكم على جوج طريقات، ان شاء الله غادي نحضر به وصفات جديده. الى بغيتو تشوفوها تابعوا القناه. كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش من لايك وشكرا.